حقيقة أن تواجد الفصائل المسلحة قرب الحدود الدولية للعراق ودول الجوار هو للتعبير عن رفض المقاومة للعدوان على غزة، وأنه ينظر ببدء الحرب البرية قد يؤدي إلى احتراق المنطقة. لذلك لا بد من تفعيل الحكمة في التعامل مع ما يجري في غزة ودول المحيط العربي. بأي طريقة مثلا؟ يعني هناك رأي للدولة وهناك آراء أخرى. يعني هو تواجد الفصائل المسلحة بهاي المنطقة اللي هي قرب الحدود الدولية للعراق ودول الجوار هو يعني تعبير واضح لرفض هاي المقاومة للعدوان، وفي حالة عدم الاستجابة ينذر بأن يكون هنالك حرب برية قد يؤدي إلى احتراق المنطقة بالكامل من الأردن. لذلك لا بد أن يكون هنالك تفعيل الحكمة في التعامل ما يجري في غزة ودول المحيط العربي. طيب، من الأردن، اجتياح من الأردن أم من جبهات أخرى؟ التواجد الفصائل في سوريا يعني واضح للعلن، وفي أيضا جنوب لبنان هو واضح. باختصار. نعم، هو واضح، هو يعني ينذرنا بأنه احتمال أن يكون هنالك يعني أنه راح يكون احتراق المنطقة وإنذار لبدء حرب كان تكون حرب برية من كافة فصائل اللي تساند أخواننا وأهلنا في غزة.